شوفوا لي على هالبطاطا المبترحة، أطيب وأسرع بطاطا مقرمشة وزكية. شوفوا لي على هالشوفة يلي ما بترحم. بهي الطريقة بنحسن نحافظ فيها بفريزر لوقت كتير طويل. مش هيك الحبة شوها؟ وما ننسى هيك رشة الأوريغانو عليهم. يا سلام يا سلام. شوها بتعمل لها هيك؟ سامع صوت القرمشة فيها عاملة غرام. هي يا عين يا عيني. بسم الله. كريم التوم يا عيني غرام يا جماعة، غرام والله، شيء يعني لا يمل منا أبدا. إذا بدكم تعرفوا الطريقة تابعوا الفيديو. أهم شيء لما بدك تاكل أكلة بطاطا طيبة ومقرمشة تجيب نوعية بطاطا تكون بطاطا مالحة. المالحة هي اللي بتعطينا القرشة، أما إذا بطاطا حلوة رح تكون سيئة وتطرى معنا وتروح القرشة منها. طبعا عنا 1 كيلو بطاطا قشرناه وجهزناه، وهلأ بدنا نجيب المبرشة ونبرشه. وهلأ بعد ما برشناهن منجيب معلقة ملح صغيرة ومنرشها فوقهن، وبنعملهن تحريكة صغيرة بالملحات. بإضافة الملح بتخليهم هيك يرخوا على بعضهم وتنز ميتهم منهم، فبنتركهم 10 دقائق لتطلع المي منهم وبنرجع لكم. وهلأ بعد 10 دقائق بنشوف هيك شلون نزت المي تبعهم، وهذا هو اللي بدنا اياه. شايفين؟ بنجيب لنا شوية مي فوقهم بنكسرهم وبنغسلهم فيهم كتير منيح. وهلأ لازم نعصرهم كتير منيح، يعني بناخد هيك كمشة بنعملها هيك وهلأ بعد ما عصرناهم كتير منيح منفرفطهم شوي عشان تفوت عليهم التتبيلة كاملة. وهلأ منحط لهم شوية ملح وشوية فلفل، وعنا 4 معالق كبار نشا. بالنسبة لي بس هيك رح احطلهم، اما انتو فيكن تحطولهم توم، بصل، بقدونس، بقسماط، جبنة موزاريلا، هذا الشيء اختياري. وهلا بنخلطهم كتير منيح، وبعد ما حركناهم صاروا مثل العجين معنا، بنجيب الصينية اللي عنا وبنحطلها ورقة زبدة. بنحاول نفردهم كتير منيح. وهلا هيك بعد ما ملسناهم كتير منيح كمان بنجيب ورقة زبدة وبنحطها على الوش من فوق. وهلا بنجيب أي شيء موجود عندنا، مشحاف، صحن، أي شيء بنملسهم، أو شوبك أو عصاية إذا كمان موجود عندكم بهذا الشكل، تمام؟ بنملسهم كتير منيح. هلا طبعا نحن فينا فورا نبردها ونقطعها ونقليها، لكن حعلمكم طريقه اذا بدكم تفرزوها قد ما بدكم، شهر واثنين وثلاثه وقد ما بدكم وامتى ما بدكم، نطالعها وفورا نقليها وتطلع معنا بطاطا مقرمشه وطيبه كثير، يعني مقبلات اساسيه لكن بطريقه حصريه. هلا حننزلها مثل ما هي هيك الصينيه على فرن عنا شغال من فوق وتحت على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. وهلأ بعد 20 دقيقة شمعناهم، يعني صاروا شي غرام. بسم الله يا سلام. شايفين كيف شمعوا معنا هيك تشميعة ظريفة مثل ما بدنا اياها، يعني مسكت على بعضها. بهي الطريقة بنحسن نحافظ فيها بفريزة لوقت كتير طويل. وهلأ صار وقت التقطيع، ناخد هيك نقسمها بالنص. وهلا هيك بعد ما قطعناهم شايفين نطالعها بهذا الشكل، يعني صارت تطلع معنا لحالها هيك. يفضل نخليها أسمك من هيك بشوية صغيرة. هلا هيك قد ما بدنا منطالعهم منحطهم مربعات ومنفرزهم قد ما بدنا، يعني شغلة بسيطة وسريعة وسهلة. بسم الله. بعد ما حمي معنا الزيت بننزل. يا عيني هلا استوى الرزق يا خالي. فورا ننزلهم هيك على الشبكة يتصفوا من الزيت.
وهلا استوى الرزق يا خالي، واستوى الرزق يا قلبي، وما ننسى هيك رشة الأوريجانو عليهم. يا سلام يا سلام. وتتذكروا بهارات البطاطا ساويت لكم اياهم بالفيديو الماضي؟ والله شكلكم نسيانين. اكتبوا الشيف بلال عمار بهارات البطاطا وبيطلع لكم اطيب بهارات بطاطا تذوقوها بحياتكم، وبنعمل لهم الرشة العجيبة منها. يا عيني لك يا عيني. وهلا يا عيني على الرزق يا خالي، شوفولي شوفولي على هالبطاطا اللي ما بترحم، تكمش هيك الحبة. إشوها إشوها بتعملها هيك، سامع صوت القرمشة فيها عاملة غرام. هي 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 يا عين يا عيني، بسم الله. كريم التوم يا عيني يا عيني. وواحدة بالكاتشب لجماعة الكاتشب، بسم الله بسم الله. لا يا عيني يا عيني، سبقيني لاحقك. هلا مثل العادة وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والتعليق حلو مثلكم. كان معكم الشيف بلال، سلام. غرام يا جماعة غرام، والله شيء يعني لا يمل منا أبداً.